مساء الخير على كل ست بتسمعنا دلوقتي من ستات بلدنا. معاكم نورهان عاطف وأول حلقة من برنامج ستات بلدنا. هكون معاكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 6 مساء على راديو 90-90. برنامجنا هيتكلم عن كل ست من ستات بلدنا، الستات الناجحين والمميزين، وكمان الستات اللي لسه عايزين ينجحوا ومش عارفين يبدأوا ازاي طريق النجاح. برنامجنا هيكون عبارة عن فقرتين. الفقرة الأولى هي فقرة منورين، هنتكلم فيها عن نموذج من النماذج النسائية المتميزة دلوقتي في مجتمعنا، وهنحاول نستفيد من تجربة نجاحها ونعرف إزاي وصلت للنجاح اللي هي فيه عشان نقدر إحنا كمان نكمل طريقنا وننجح. أما الفقرة الثانية هي فقرة سمعينا صوتك، وفي الفقرة دي هنختار كل حلقة رسالة من رسائلكم اللي بتجيلنا على صفحتنا على الفيسبوك، وهنتكلم عن مشكلة صاحبة الرسالة وهنحاول نديها حلول ونفكر معاها في حلول لمشاكلها. مستنية رسائلكم على رقم الاس ام اس 1909 وعلى صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني، استنونا. بنرتاح واحنا في بعدنا، حبايب ايه حبايب مين، عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي، لكن مع بعض مش فارقين. حبايب ايه حبايب مين، عشان الشكل مضطرين نكمل مش فارقين. بنمشي الايد في حضن الايد ونتبسم قصاد الناس، عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الاحساس. بنمشي الايد في حضن الايد ونتبسم قصاد الناس عشان ما. ورجعنا لكم تاني ومعاكم نورهان عاطف وبرنامج ستات بلدنا. زي ما قلنا لكم قبل الفاصل ان فقرتنا الاولى هي فقرة منورين، وفي الفقرة دي بنتكلم عن نموذج نسائي متميز ومنور في المجتمع في الايام الحالية. النهاردة اخترنا لكم شخصية نسائية منورة جدا في المجتمع المصري. زي ما انتم عارفين طبعا انه الحكومة المصرية الحالية بقى فيها 6 وزيرات نساء، عشان كده قررنا انه اول شخصية هنختارها نتكلم عنها في اول حلقة هي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة. الدكتورة رانيا المشاط هي اول سيدة بتتولى وزارة السياحة منذ انشائها. حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكمان ماجستير ودكتوراه من جامعة ميرلاند في كوليدج بارك. دكتورة رانيا المشاط تولت مناصب كتير جدا ومتنوعة قبل توليها لوزارة السياحة، منها على سبيل المثال منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسات النقدية، كمان عملت كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي في واشنطن. دكتورة رانيا بتتكلم عن تجربتها وبتقول انه سبب انها درست الاقتصاد واتجهت للاتجاه ده هو انها كانت دايما بتسمع والدها مع كتير من رجال السياسة والاقتصاد في المنزل عندهم، وكانت مناقشتهم دايما بتدور حوالين الاقتصاد المصري وايه هي مشاكله وايه الحلول اللي ممكن تنقذ الاقتصاد المصري. دكتورة رانيا بتدي مثال لكل أب وأم إنهم لازم ياخدوا بالهم من أطفالهم ويركزوا من سن صغيرة مع أطفالهم ويحاولوا يكتشفوا المواهب والقدرات بتاعتهم من سن صغير علشان يقدروا بعد كده إنهم ينموها فيهم، لأن ده ممكن يبقى مستقبلهم بعد كده. عشان كده بنصح كل أب وأم إنهم يسمعوا أولادهم كويس وياخدوا بالهم من ميولهم ويحاولوا إنهم ينموا القدرات دي عندهم، لأن ده ممكن يبقى سبب كبير جدا يوصلوا بيه لمنصب مهم أو لطريق نجاح في المستقبل. الحقيقة كتير كان بيتساءل
ايه هي العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسات النقدية، وليه تم اختيار وزير اقتصادي في وزارة زي وزارة السياحة؟ الحقيقة ان القطاع السياحي في الوقت الحالي محتاج عقلية اقتصادية متميزة زي الدكتورة رانيا المشاط، لانها هتقدر تتفهم اقتصاديات السوق السياحي وتتعامل مع المستثمرين في القطاع ده، كمان هتقدر تشتغل على تسويق جيد للسياحة المصرية في الخارج، وده احنا محتاجينه جدا في الفترة الحالية. في نهاية الفقرة بحب أكد أنه الست المصرية أثبتت جدارة في تولي المناصب الوزارية وتولي المناصب العليا بشكل عام، وده اللي دفع صناع القرار أنهم يزودوا أعداد الوزيرات في حكومة الدكتور شريف إسماعيل الحالية. بتمنى للدكتورة رانيا النجاح في إدارة وزارة السياحة وحل مشاكلها. نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. هيقولك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقولك انت نجمة عالية في السماء، وانك لقلبه مركبه وانت الجزيره، وان انت حلم عمره واول فرحته. هيقولك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقولك انت نجمة عالية في السماء، وانك لقلبه مركبة وانت الجزيرة، وان انت حلم عمره واول فرحته. هيقول كمان وعود يا محلى. ورجعنا لكم مرة تانية، وتاني فقرة في برنامجنا وهي فقرة سمعينا صوتك. النهاردة اخترنا ليكم رسالة من الرسائل اللي جاتنا على صفحتنا على الفيسبوك. الرسالة بتقول: أنا ليلى خالد، 40 سنة، متجوزة وعندي ولد وبنت. اتجوزت في سن 19 سنة وما قدرتش أكمل تعليمي، وتخليت عن حلمي أني أبقى محامية شاطرة عشان البيت والولاد. دلوقتي عايزة أرجع تاني أكمل تعليمي وأشتغل وأحقق حلمي، وفي نفس الوقت حاسة أني كبرت والوقت فاتني، ياريت تساعدوني ألاقي حل لمشكلتي. طيب أستاذة ليلى، عايزة أقولك أنه الوقت ما فاتش ولا حاجة، والسن مش لازم ابدا نحطه عائق في طريقنا، لانه طول ما الواحد عايش يقدر ان هو يبدا بدايه جديده، ويقدر ان هو ينجح ويوصل لكل اللي هو بيحلم بيه وبيتمناه. نصيحتي لحضرتك انك حاليا ابداي بانك تخلصي دراستك الجامعيه عن طريق الالتحاق مثلا بجامعه مفتوحه، وكملي دراستك. بعد كده هتلاقي انه في مجالات كتير جدا تقدري انك تشتغلي فيها وتحققي فيها طموحك، سواء كان في مجالك، مجال دراستك المحاماه، او في اي مجال تاني، مجال بيزنس او تجاره او اي شيء بعد كده هتحبي حضرتك تختاريه. أهم حاجة إنك تبدأي، ما تفضليش واقفة مكانك، وما تخافيش من فكرة السن، لأن السن مش عائق أبداً للنجاح. فحاولي تبدأي وكملي دراستك، وإن شاء الله توصلي لكل اللي بتتمني تحققيه. نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. آهي جا اللي في عينيك واللي في عيني هبات، واللي في هواها عاش واللي عليها مات، اللي في عينيك واللي في عينيها بات، واللي في هواها عاش واللي عليها مات. بيقول ناس عينيها وعينيه بتقول شريها، باين حيموت عليها والسكات في نهاية حلقتنا عايزة أقول لكل ست بتسمعنا: كملي طريقك، ما تخليش حد يوقفك، وحاولي ترفعي من مهاراتك وقدراتك عشان تقدري توصلي للي بتحلمي بيه. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كنت معاكم نورهان عاطف وبرنامج ستات بلدنا. مستنياكم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي على راديو 90-90 من الساعة 5 للساعة 6 مساءً. بفكركم أنكم تقدروا تشاركونا من خلال رقم الـSMS 1909 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90.
هسيبكم مع أغنية تامر حسني اللي جاية أحلى، وتصبحوا على ألف خير. السنة دي عدت علينا صعبة صعبة قوي، بس المهم إننا في الآخر بقينا البعض وحضنين بعض وحضنين.